بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات الكويسه في العصر الحديث هي موضوع الاوديو بوك او الكتب الصوتيه، ان ممكن في اي وقت وانت ماشي الموبايل معاك وفي بعض الكتب الصوتيه، فتروح تسمع في ودنك وتسمعه، او انت في السياره فتروح مشغل اي حاجه على الفلاشه او على الاسطوانه وتسمع الكتب. يعني ممكن انت عشان تقرا بعض الكتب محتاج ان انت تقعد في مكان هادي وان انت تقعد تفتح كتاب، وده صعب يتوفر. فممكن بقايا الوقت في المواصلات مثلا، يعني كنت مثلا في المواصلات ممكن تروح شغل في ساعه ساعتين حسب المكان الشغل، فتقدر تخلص كذا كتاب. ممكن مثلا في مجال دراستك مثلا بتدرس جيولوجيا تسمع كتب جيولوجيا، ممكن في كتب الادب، ممكن في السياسه، ممكن في تقوي نفسك في اللغه اللي انت عايز تقوي نفسك فيها. يعني تختار المجال اللي انت عايز تقوي نفسك فيه وتبدا تجيب كتب صوتيه في المجال دوت وتبدا تركز فيها. ممكن مثلا قاعد مستني زوجتك فدخل سوبر ماركت 6 ساعات، ف6 ساعات دول ممكن تعمل فيهم رساله دكتوراه وهكذا. فالقصد ان انت تشغل وقتك، وفي كتب في جميع المجالات دلوقتي، وفي كتب بالعربي وبالانجليزي، ناس بتجيب الكتاب وتقعد تقراه وتقدر تسمع الحاجات ديت. احنا مثلا في مجال بيم ارابيا بدأنا عدد المقالات اللي اخترناها نحولها لمقالات صوتية، ولو حد عايز يشارك اهلا وسهلا، بحيث ان اي حد عايز يسمعها مش لازم يبقى قاعد فاضي والمجلة قدامه او يطبعها، لا ممكن هو في المواصلات يحط السماعة في ودنه ويسمعها، او لو هو بيحب يزعج الناس يشيل السماعة ويسمع على طول. هو في الشغل مثلا ممكن تكون الشغلانه مش محتاجه حسابات ومش محتاجه تركيز، ممكن يبدا يشتغل عليها، على يبدا يسمع وهو شغال، بحيث ان هو ممكن كل يوم يسمع 5 6 ساعات، فده يزيد الثقافه بتاعته، يزيد الوعي، يزيد اهتمامه، ويزيد المعرفه بتاعته. وهو مش هياخد اجازه من الشغل اسبوع عشان يقعد يقرا، لا ده هو في حياته العاديه ماشي عادي خالص، بس الوقت اللي كان مثلا بيسرح في العربيه او بيسرح بيه مثلا هو مستني المدام او مستني حد يقدر يسمع كتب لو عايزها. انا ان شاء الله هحط رابط لبعض المواقع العربي والانجليزي اللي انا حاسس انها مفيده وفيها كتب كتيره كويسه وتقدر تسمعها. حاول تسمع كتب في الادب، في الانجليزي، في مجال تخصصك، في كل حاجه، بحيث ان يبقى عندك ادراك ووعي اكبر واشمل.